المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حكم وأمثال جادية. في هذه الحلقة استضفنا السيد هارون النايم ليقدم لنا حكم وأمثال باللهجة العربية الجادية. السلام عليكم السيد هارون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة، أول أمثال جيت اليوم تقدمها لنا. ما شاء الله. أولا نذكر المشاهدين في داخل بلادنا تشاد وخارجها، ونشكرك أنت مقدم البرنامج والأخوة القادمين في مكان الفن. أولا المثل اللي نجي نقدم، يعني مثل الشعبي بيقول: المرأة اللي بتاخد رجال كثير، أو الرجال اللي ما بيقدروا بصبر للأيين. يعني المرأة مثل أخذها راجل واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو درجة خمسة. المرأة لما أخذها خمسة راجل، قال أول رجال هذا قال فلوى قطع الشكالها، وثاني رجال سمسم مردود ولقي أكاله، ثالث رجال إما جابه جماله أو جاء عشان يشيف حالها، ورابع رجال جاء عشان يربي لها إيالها، وخامس رجالها أكيد يوم من الأيام توصفهم طهالة. نعم، تو واحد واحد كده. أول رجالها. نعم. يعني المرأة هن أمهاننا وأخواننا وزوجاننا وبناننا، وهن الله خلقهن نص الراجل. مهما يكلف الأمر مرة كان أمل لك شيء، كله واجب أنت الراجل ده بتصبر. البنية لو أخذتها صغيرة وإنت ما صبر لها، ولمينا صغير ودوت نوى خليته زول اخر اخاتها، خلاص انت بتعمل بتلقاها. شيء زمان سويت يوم صغيره ده بتخلي تلقى مرة صالحة عديلة، خلاص ده بقوله فلوة قطع الشكالة. الفلوة صغير، يعني كلمة الفلوة انا سنجمينا يا لنجمينا ما بيعرفوا، يعني يا لنجمينا بقولها ولد ولد جوال. الفلوة قطع الشكالة، فلوة صغيرة وقطع الشكالة بتعمل بتنكرب. تجري شديد. تجري شديد. لما قبل ما تجري انت كواجب الراجل لا تصبر للمرأة. لو صبر لها كي وما صبر لها خليتها خلت ما بتلقى، بيقولوا فرو قطع الشوكالة. نعم، وثاني رجالها. ها ثاني رجالها لكن صبر لها، قال بيقولوا سمسم مردود ولقي أكالة. السمسم الواحد ده ريكو صبوا فوق عسل، ده ما هلو خلاص يبقى الزمان تخلي تلقى مرة صالة، وانت كان صبر لها خلاص تلقى هلو حقها. ده ثاني رجالها. ده ثاني رجالها. نعم. هل ده نطلب من الجمال من الاخوان الرجال خليه صبر للايد. وثالث رجالها. ها ثالث رجال هذا يعني مره انت اخذتها راجل واحد، ثم ثاني اثنين، وانت سمعان به وجدت اخوتها هذا شيء اثنين بجابك. نعم. اما هي جميله في شان جمالها، كان اخذها راجل واحد اثنين كلها، هل لك انت كنت تاخذها؟ او كان جاب يشوف حالها كان مره دي مع الرجال باخذوها بتقول قايله سببها شنو؟ نعم. فلان كلها خطا خلاها، فلان كلها خطا خلاها، انا كلها كان نمشي نشيفها كده. اما جابه جمالا او جاء عشان يشيف هذا. تو هالة زينه شينه يا رب الله. المهم كان جميلة في جماله، جماله بيجيبه. نعم. مرض جميله مثل له رجال خلوه، اكون رجال قدامي ده اكون مصبورين، انا نصبر له جماله ده ما انا اخليها. اما الجمال جابه او جا كان بيشيف هالة كيف. نعم. ثالث رجالها. ورابع رجالها. رابع رجال المرأة انت لقتها الأولاني ممكن جاب منها صغير واحد، الثاني جاب منها صغير واحد اثنين، الثالث كذلك، انت الرابع هل هم الثلاثة دول تفوتوا؟ ما بتفوتهم. كان في مال يمكن هم الثلاثة انت ما بتفوتهم. كما قال انت جيت عشان تربي لها اياها. الاول لقي منها صغير واحد اثنين، الثالث منها صغير واحد اثنين، الثالث ما خلاها بقي مليان. ايوه. وانت الرابع جيت دخل فوق ده، انت اجل نفسك جيت تربي لها اياها بس. نعم. هم ترى دول انت ما تفوتهم بالصبر، ما تفوتهم برجاله، ما تفوتهم بماله، ما تفوتهم بقدره. انت ده هي كان قلبه ضروري اخذت انا، يعني اكد كما كونها جيت عشان تربي لها اياها اللي ودتهم. نعم. وخامس رجال. خامس رجال هذا زي ما تعرف اخواننا امهاننا ونسائنا او بناننا. مره كان اخذ الرجال كثير وقف بقى كبيره، ده خلاص تبقى ست المصايب. كيف؟ خلاص ام باكر بطني وفقد. والراجل الخامس جاء اخذها تقول لي تقول لي انا غلبانه انا غلبانه انا غلبانه،
كان عندهم طوال او دردين ما في 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 وطن تقول لما دردين تري داكو صغيري قال الراجل مره كان بقول انا دي امشي لي شغل مثل مثل لا ولا ترتا مثل اكون صغيري ده رجل سولا يجيب لي الفقره يجيب لي فقره يجيب تخسره تخسر زياده نعم مثل هذا بس قال اكيد يوم من الايام توصف عن طوال عن طوال بتقول ك صغير صغير يا سلام ده خامس رجاله يعني اول رجاله فروا قطع الشوكاله نعم ثاني رجاله سمسم مردود لقي اكاله نعم وثالث رجاله اما جابه جمال او جاء شيف هاله ورابع رجاله جاء عشان عشان يربي لها ياله وخامس رجاله ده اكيد توصف عن طوال نستفيد شنو من المثل نعم انت مرأة خدها ثلاثة راجل وانت جيت تاخذها وهي اما الايال نعم فعلا في ناس في يمكن اخذوا عين كثير ما لقوا صغير ما لقوا ايال انت لو خليك مره واحده او اثنين او ثلاثه المهم ما لقي صغير وهي دي بطنها خضراء خلاص لو شاوروني انا نقول لها اخذها عشان اكون يلقى منها صغير نعم لكن انت لو عندك ايال بلا يعني ممكن يستفاد من المثل كله الراجل لازم يصبر للمرأة الصبر قبل كل شيء والمرأة كله لازم تصبر ما تسي حاجات اللي بيجيب الطلاق لحد من راجل واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ليه شرفك بيقلل والراجل كله ما يكون طلاقة كثير وكذا الراجل ذاتك أنا هسأل أن أخواننا اللي عندي هن بس الآيبات لكن الآيب كان ده بيرزو فوقنا أنينا لا الرجال كل واحدين ما عادينين فعلا المرأة هي ما نص انت ما دام الله جعلك انت تمام والنص ما تمام ولا سوا نعم ها انت راجل بس الله جعلك تمام ده واجب لك تكون صبور نعم والصبر بقوله زي فجأة الجمرة دي كان ما بتنهمل كان مراجل فراجل ما بقدر الا الصبر صح لكن كان الظروف صبر كان احسن من ما تصبر نعم شكرا أستاذ هارون النايم على هذا المثل الأول ننتقل إلى المثل الثاني المثل الثاني بيقول الجقيل بقرب الزاني نعم والفقر بقرب المدياني نعم والصرير كان ضاق بقى الهجراني نعم أيوة الأول قلنا الجقيل بقرب الزاني نعم الزول ما بيفتش العين بالجقيل ولا بقربه ما بقربه الجقيل اليوم بفضل الله وبفضل الدباتير الجقيل اليوم وقف ما في البجل كل اليوم الحمد لله كله وقف بقي ما في اليوم جاء المصيبه الكبيره اللي بيقول الايدس او السيده نعم السيده لو زول ما بكت في العين ده كان الله فزعه ما بلقى نعم لكن كنت كنت في العين ده يوم من الايام تلم معايا ده بيقول لك الجقيل بقرب الزاني في الزمن القديم يعني المثل لما ابانا بيجدونا زمان يا مصر نعم كان زمان الايدز او السيده ده ما في نعم الا الجقيل والبجل يا دايم وهم متاكدين بكون زول كان بروح في الايين كتير ده والله كهرباء جقيل والله كهرباء بجل هل ده نطلب من اولادي واحفادي خلي الرواقه انت اللي عندي خلوها نعم أدانا التشادية زول بس كان حافظ نفسه من الخلابيط ديل ده أيوة. عنده شرف أولا كان عنده الناس شرف كله بيحترمون. الناس كله بيحترمون بيقولوا فلان ده ما شرف حافظ نفسه لكن كان زول بروح في الخلابيط ديل أولا قبل كاسم من الله ثم ثانيا أنت يعني شرف كما عندك زول شرف ما عندك كلامه وبلا الامراض ذاتك يعني الرواخ لم ارد حتى في الاقتصاد انا الانسان كله تدمر يا سلام انت تميد المرأة ساكت تقول لك ايوه انت تخسرك قبلتك انت يعني انت لما شيل المرض انت عندك خسارتين خساره المال وخساره الشرف واساءه وذنب باء مع ربك عشان ده قالوا الجقيل بقرب الزاني ايوه الله يرضى عليك نعم والثاني ها والفقر بقرب المدياني يعني الزول اللي بتدين كثير الفقر بقرب المدياني مدياني نعم انت لا قدر الله الظروف كلها اليوم معانا نعم كان في الزمن الماضي القديم الزمن الماضي المتوسط كان في يوم من اليوم ده او في المستقبل او في اخر المستقبل كله الظروف الصعبه دي هي موجوده معانا ما الانسان موجود الظروف موجوده لكن يا تريد الدين انت تدين ودخلك شيء قاتل يلا قبل الدين الاول ده كفيته كان بتاني شيل دين اخر كان يلا كفيته كان بتاني شيل دين اخر ولا شيل دين من ده مش كفيته لده الله يرضى عليك
هلدا هذا الفقر كب كب المدياني ده انت الدين كيا تريده كثير تشيل الصبر. الله جاب لك تصبر به. وبين الرجال ما لايين ما بتفتشوا. في رجال الايين يجبرهم للدين. وفي رجال هم يجبروا نفسهم للدين. الراجل المرأة تجبر للدين اخليه يفكر. هما اكثر شيء اللي بيدخل الناس في الديون ده نحن ما بدور بعيش على حسب مستوايا. حشي واد الايين اخر ما ده الايين الا ده تسوي لي ده تجيب لي فلان اللي عندك جارت فلان عندك اخت الفلانيه عندها مثل ده وانا بس قاعدك خلاص انت تسوي تهاول كما شغل ده ما بقول لك تميت الدين عشان تجي سكتها هي اللي البت خليك في البيت دي كيك 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 خطر قتلك الا واذا كفيتك مبتن اخر كذلك ها المصاريف في البيت هي من جاي ده بمثل ده ناس وادين كثير الايام يا بتبرنهم فوق الدين خلاص يا الفقر بقربة الله يرضى لان دخل ما بمرك لان دخل يقل بدخل لما بيتم وبعدين ده ديون في راسه بعدين ديون في راسه ده جاي ما قاعد فوق الفقر ما قاعد فوق ثابت فوق لكن لو ما قاعد بالدين وانت دخلي الفقر الله ما رجع بمرك لكن دخلي صغير وكل يوم بيشيل دين الفقر دائما قاعد في محل ما بمرك ده بقول لك الفقر بقرب المديان بقرب المديان يا الزول اللي بيهب الدين الله يرضى عليك نعم واخر حقه يا نصرير كان ذاك بقى الهجراني عنده مثلا مثل ظاهري ومثل باطني نعم مثلا سرير يعني ناس انجمان بيقولوا دي بلاس او ام بلاس نعم سرير برق الناس سنين وترقط فوق خمسه وسته والعصرت فوقها الراجل قصده هل بقى؟ ما بقى ما الى الطرفان يا بقى آه يا. شكرا جزيلا سيد هارون النايم شكرا جزيلا اعزائنا المشاهدين وقبل ما نختم الحلقه سيد هارون النايم كرر لنا الامثال اللي شلناها في الحلقه المثل الاول بيقول المراه الاخوه خمسه يا راجل نعم او الرجال كان خلالك الفلو بالقطع الشكالة نعم وثاني رجال كان خلاه بيقول سمسم مردوده لقي اكاله نعم سال الرجال اما جابه جمالا او جاء عشان يشيف هذا نعم رابع رجالة جاء عشان يربي لها إيالها نعم. خامس رجالة يوم من الأيام أكيد توصف أوهالها نعم. هذا المثل الأول والثاني نعم الثاني قلنا الجقيل بقرب الزاني والفقر بقرب المدياني والسرير كنضاق بقى الهجراني السرير كنضاق بقى الهجراني بقى الهجراني الله يعني الطرفاني الطرف نعم هاي نعم كلمة الهجراني نعم يعني كلام مرة فقط شاد أي منطقة عندها كلام حق الخاص نعم نين في دار الدبابة وفي دار اللاوة وفي دار الدياقرة وفي الجنوب نقوله ده الكلام المثل نضربه بيه نعم الله يرضى عليك شكرا جزيلا سيد هارون النايم شكرا جزيلا أعزائنا المشاهدين إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حكم وأمثال تشادية تابعتم في خلال هذه الحلقة حكم وأمثال باللهجة العربية التشادية قدم لنا السيد هارون النايم نشكركم على حسن متابعتكم وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا جزيلا بارك الله فيكم